وبالأول وقبل كل شيء طمنينا على أهلك. الحمد لله. أنا يعني ما بقول لك ما تأذوا، لا تأذوا، لكن الأذى يعتبر صغير أمام الأذى الكبير. زازة بيتعود، ماديات بتتعود، كل هدول تشعير بالحيط قصص بكله بيتعود. إن عندي 3 بيوت وضعهم سيء، بس الحمد لله برجع بقول إنه في منهم بقيوا بالشارع جنب بنايتهم، بيت خالي. ماما مثلا طلعت على الجبل، مرت أخي وولادها طلعوا على الجبل، يعني حاولت إنه نبعدهم عن الوضع العام اللي هو أول الأزمة. بتضلي ضايجة لبين ما تستوعبي شو عم بيصير. الفكرة يعتبر وضعهم بسيط أمام الفاجعة الكبرى. نحن عنا كارثة إنسانية بحتة. يا رب يا رب كل شيء عم بيصير من مساعدات كله يتأمن، كله يوصل، ما نتعب ما نتعب، لأنه قد ما تعبنا بالمساعدات وبأنك أنت تأمني لهم وتوصلي لهم الشيء اللي وصلك، هن تعبانين أكثر منا، هن موجوعين، هن مفجوعين. مسألة معنا سهلة. لحد الآن إسه في أشخاص تحت الركام. يعني أنا بشوف تركسات هلأ موجودة بالشام. خلونا نتكاتف كلنا ونبعتها على اللاجئة، عملوا حملة. في ناس عم تطالب بالتركسات، ما في العدد بنعده على الأصابع باللاجئية، يطلعوا كل التركسات حتى يتبنى هي القصة. وين الضمير؟ خليني ناشد نأمن لهم بترول ونطلعهم على اللاجئة أو على حلب أو على حما. في شيء الساون تحت الأنقاض. نحن بالشام بالعاصمة لسه ما صار عنا، فقنا مرعوبين وارتعبنا وما عاد عرفنا نمنا، صرنا نطمن على أهالينا، بس قد ما كانت مشكلتنا ما حسينا فيها مثلهم. أنا بوقف قبل شوي بشوف التركسات واقفة، قديش بحاجة فيهم أشخاص تحت الركام بالمحافظات. أنا بحكي عن محافظتي اللي هي اللادية، نفس الشيء حلب، قديش بحاجة لهي التركسات. ما في حدا فكر بهي الطريقة. أنا بناشد من خلال تلفزيون لنا، أمانة يا جماعة جمعوا هالتركسات الموجودة بالشام وبعتوها على اللادية، على حلب، على حما، نشتغل عليها. خلونا نشتغل، بناشد بناشد، كل حدا بيقدر يعمل. هاي اسا الأشخاص لهلأ بجبلة، في أشخاص تحت وعم يناشدوا اسا هون عايشين. ما في تريكس عم يقدر يجي لعندهم ويشيلهم، حرام اللي عم بيصير، حرام. ما بعرف، أنا بناشدكم من خلال تلفزيون لنا، إن شاء الله نقدر نعمل شيء. في بيوت هونيك عم يكون عم يتأمن لهم بيوت للأشخاص يلي ولاد مأوى، مدارس، كنيسة، جامع، هذا اللي عم بيقدروا عليه. بس في برد، في جوع، لسه في برد وجوع. لا يعني انه ما عم يوصلوا، انتبهي، في اشخاص ما عم يوصلوا لسه، في اشخاص وصلوا، حرامات وصلوا كذا، مشكوره جهود كل من يتعاون، بس لسه في ناقصنا كوادر لنقدر نكمل للكل. عنا كارثه. انا هلا الكارثه الاكبر انه نشيل الاحياء من تحت الانقاض ونشيل اللي استشهدوا تحت الأنقاض. احنا اليوم ببنك الدم، كيف لقيتي الجو تحت؟ توقعتي هاي الأعداد اللي عم نشوفها؟ أبدا. أنا سعيدة بهذا الجيل اللي هو أكثر من رائع. تفاجأت إنه أنا فتت، ما همهم أي فنان فايت، مو بس أنا في عدة زملاء، ما همهم، إنه جايين يتبرعوا بس. عرفتي قدي حلو، قدي جميل هذا الحكي. لحدا ضاربهم على ايدهم ولحدا قايلهم تعالوا، واقفين بانتظام ناطرين دورهم لحتى يتبرعوا، لانه انت عندك كارثه مو بس فظيعه بالبلد صايره، كله بده دم. حلو، قديش كن رائعين يا هالشباب والصبايا،
قديش كن حلوين، قديش نفتخر فيكن يا هذا الجيل. لك بحط ايدي بايدكن انه انا يا ريتني بيناتكم وصبيه لحتى اقدر اتبرع مثلكم. قديش كن جميلين. حلو الحرب خلتنا نتعاون مع بعضنا كلنا ونحس ببعضنا كلنا. بحيي أهاليهم على هي التربية. آخر شيء رسالتك لأول شيء أهالينا المتضررين، اثنين للدول العربية والأجنبية. أنا بتشكر كل دولة وقفت معنا وساعدتنا وما قصرت. اشتقنا لكم. أنتم ما اشتقتوا لنا؟ ما بيكفي دم؟ لازم تصير عنا هي الكارثة لتحسوا فينا. سوريا شو عملت لكم؟ شو عملت لكم سوريا؟ وين الضمير كان؟ 12 سنة حرب وينه؟ لازم تصير هي الكارثة لأنه من الله. تعبنا وحاج مشكور كل مين قدم. الله يوفق الكل. نحن اشتقنا لهم وانا واثقة ان اشتاقوا لنا، بس ما بيقدروا يقولوا انه اشتاقوا لنا. هيك الاوامر مع الاسف. شكرا. ماشي غالي علينا. شكرا.